طمع كرماوي نقل لنا الصورة من هناك. رغم إعلان القوات التركية أنها أصبحت تسيطر على جبل بورصايا هنا في خلفنا، إلا أن أعمدة الدخان وأصوات الانفجارات لا تزال تنبعث من هذا المكان. العملية العسكرية التركية التي أطلق عليها غصن الزيتون دخلت اليوم يومها التاسع، وهناك مواصلة لهذه العملية رغم أن الأسبوع الأول منها شهد رداءة الأحوال الجوية التي ربما ساهمت في إبطاء هذه العملية، لكن الآن ومع الأسبوع الثاني والتحسن الكبير في الأحوال الجوية يبدو أن القوات التركية قررت تصعيد عملياتها في هذه المنطقة، وأعلنت عن تمكنها من قتل حوالي 400 مسلح تقول إنهم جماعات إرهابية يعملون في هذه المنطقة. الرئيس أردوغان قال إن القوات التركية لا تنوي البقاء في سوريا أو أن يكون لها أي مطامع في الأرض السورية، لكنها تريد إبعاد ما سماهم بالعناصر الإرهابية من هذه المنطقة، وربما توسع نطاق عملياتها لتشمل جيب منبج إلى الشرق من هنا. من المعروف أن الحكومة التركية تخشى من وجود امتداد أو تواصل جغرافي بين الجيوب الكردية الثلاث على طول الحدود. يبلغ طول الحدود السورية التركية حوالي 910 كيلومترات، 600 كيلومتر منها يخضع لسيطرة الميليشيات الكردية. حسام كرماوي، بي بي سي، من مدينة كلس المحاذية للحدود التركية السورية.